رجعنا لكم مشاهدينا بالطبيعه، دونك وصلنا الفصل الاخير، دونك لي كومونتير سي بون، اللي جاوب جاوب واللي ما جاوبش، دونك ان شاء الله في الحلقات القادمه كل يوم. دونك معايا ان شاء الله ما نبخلش عليكم، كل مره نحاول نعملوا لي ريغوشيرش تليفونيك كل اللي يتفرجوا فينا. دونك الاجابات نورمالمون فما اجابه صحيحه، اليوم فما اليوم سهل، اليوم سهل السؤال بالطبيعه، لكن قبل ما نعطيو الاجابات غنشوف ماشي كومونتيرات اخرين. دونك دي ديديكاس نعملو طلع على لي ديديكاس. صالحه مكي بن المبروك تقول تحيه طيبه تصلكم من اختكم صالحه تونسيه في الخرطوم، وبرنامجكم على اسلامتكم، ونشوفوا في برنامجكم على اسلامتكم وعلى الجو التونسي خاصه تو في رمضان، وشهيه طيبه. شكرا لك يا صالحه، يعطيك الصحه، رمضان كريم وكل عام وانتم بخير. وشكرا الشيف مروه على البقلاوه التركيه لليوم، يعطيك الصحه يا شيف مروه. دونك هذه صالحة تسلم عليك برشا 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 كومنتات وبرشا ناس قاعدين يجاوبوا. ونعاود نذكر راهو مش لي كومنتات الكل يخرجوا لي انا عندي لهنا في التليفون. دونك نورمالمون فما اجابه صحيحه، وفريق الاعداد يعطيهم الصحه. نسلم برشا على رحاب الكنزاري، دونك كابتيت الاجابه صحيحه وبعثت لنا اسم الفايز. دونك اللي ربح او بلوتو قداش سوم القضيه؟ سوم القضيه هو 32 دينار، والإجابة صحيحة تجينا من عند أول ما نجاوب صحيح. عفيف معالش، عفيف هي اللي ربحت معنا بطبيعة روشارج تليفونيك. عفيف سهلة برشا الفكرة، تبعث لنا تو ميساج القناة الزيتونة، دونك فيه اسم لوبيراتور تليفونيك سواء أريد ولا تيليكوم ولا أورانج، تبعث لنا دونك ميساج فيه اسم لوبيراتور تليفونيك ويوصلك الكود دو روشارج تليفونيك لتليفونك. وشكرا على متابعتك ووفائك لينا، هاك سبيعة ونص خفيفة نظيفة تتفرج فينا وتشارجي تليفونك وتستفيد مع ضيوفنا في الصحة وفي الثقافة بالطبيعة، وتستفيد زاد كيف في البنة. أنتم تستفيدوا وأنا قلبي يوجعني لهنا معناها شايف كما ترفد كملنا كملنا المنيو نتاعنا. بالنسبه باش نذكر فيه ساعة، بالنسبه للشوربه خلينا شويه دجاج رز صغير معاه اربع سنين ثوم، خليناهم في الطنجره نتاعنا مع شويه زيت، ومن بعد ليك زدنا عليهم شويه ملح، شويه فلكحل، شويه كركم، وبعد ليك مغرفه نص مغرفه صغيره نتاع طماطم معجونه ذره. ومن بعد ليك بعد ما تقلت شويه معناتها مرقناها بالماء ورشينا خدينا شوف دونج نتاع سنابل كارتاج. وبالنسبه للطبق الرئيسي اليوم خلينا مقرونه فل بالقاروس، خديت كعبتين قاروس كما ترى فيهم قسيتهم على زوز. بالنسبه للصوص نتاعي خديت شويه بصل حسب تقريب راس كبير ولا زوز ريوس صغار، كيف كيف شويه ثوم، ملح، فلفل اكحل، فلفل زينه وكركم. قليتها شويه وبعد ليك كي قريب الطيب سي الصوص نتاعي، وانا خليت القاروس خليته حسب تقريب 5 دقائق هو والفلفل مع بعضهم. ومن بعد ليك صمت المقرونه نتاعي، وكما تراو فيها حاجه ياسر بنينه، وسيرتو المقرونه في المجرحه نتاع صنابل كارتاج، وفي ساعه تحضر راهي فريمون في ساعه تحضر. وبالنسبه للبقلاوه التركيه كما تراو اليوم انا اخترتها كما قلنا ابراج، حبيت نعملها ما حبيتش نعمل البقلاوه المربعه، خديت بات فيلو سبيسيال نتاع البقلاوه التركيه، وخديت انا خديت باك وفيه 500 غرام نتاع البات، وخديت 200 غرام نتاع فستق. خليت لي بات هما تلقاها ديجا محلوله حاضره ورهيفه على الاخر. خديت 200 غرام 150 غرام زبده سريتها وزدت عليها 50 غرام نتاع صوت نتاع زيت عادي زيتونه ولا نباتي كما تحبوا. عملت الطبق نتاعي بشويه زبده، وقعدت كل ورقه نخليها نعم فوقها شويه زبده كما قلنا. من بعد ليك في الوسط معناتها انا خديت كما قلت هي فيها 28 ورقه، انا قسيتها مدوره بطبيعه قد البلاتو نتاعي، عملت حسب تقريب 15 من لوطه و15 من فوق، وفي وسطهم خليت حسب تقريب 50 غرام نتاع فستق للزينه، والبقيه كلها عملته في وسطها. كملت ال 15 خليت العزوز ثلاثة العزوز كما قلنا. من بعد ليك قسيناها قبل ما ندخلوها الطيبه على 180 درجه، تقعد حسب تقريب 30 دقيقه حتى لين لونها يولي مزيان ظاهره اللي هي طابت. حضرنا من الجهه الاخرى الشحور نتاعنا، خذينا 500 غرام نتاع سكر عليهم 500 غرام ماء وعصره صغيره نتاع قارص، نجموا نزيدوا سكر فاني ونجموا ما نزيدوش، خليوها كما هي، نخرجوها من الفور ديريكتومون نشحروها بالكدا ونخليوها تشرب وناكلوا بالشفاء. وان شاء الله المنيو اليوم عجبكم، المره الجايه نعملوا ان شاء الله وصفات اخرى. ان شاء الله ديما وصفات بنينه تودنا بهم شيف مروه صدود قناه جوسنا في الرجال.
فمعناتها راني اسمعني راني سبونتاني على الاخر. انا راني سبونتاني على الاخر. ريتا كل نورم نتاع الميديا. هو احنا شفيه به البرنامج اللي احنا بالرسمي انا كيما نتصرف على طبيعتي في دي كيف كيف احنا في الدنيا اصحاب ونخدموا مع بعضنا بالرسمي كيما في الدار معناتها. ممكن في الدنيا ضارب اكثر شويه. لا والله كيف 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 كيف. دونك نحاولوا نكونوا سبونتاني للماكسيموم لانه نحن كي نقدموا في المواسم هذوما الكل برنامج على سلامتكم تعودنا على بعضنا برشا. وماناش فقط معناها برنامج ومشاهدين ونحن عائله كامله وبدليل انه لي كومونتير نتاعكم محليهم برشا وديما انتم تتفاعلوا معنا وديما تراسلونا في حاجه تفرحنا برشا برشا برشا. كانت هذه كان هذا المنيو نتاعنا لليوم وكانت هذه حلقتنا. شكرا لك شيف مروه صدوت. عايشك فيدي. نقول لك شهيه طيبه. شهيه طيبه شيف مروه صدوت. شهيه طيبه زاد لضيوفنا وكل الفريق التقني والولاد الكل اللي أثوا معنا بتبيعة واللي أمنوا البث المباشر اليوم تشوقوا فطركم من 7:03 هذا بالنسبة لولاية تونس وما جاء وراها. أنا ما بقالي كان سلام عليكم وين ما كنتم حياتكم باش تعيشوها مرة فخلي فيها سعادة عادة وعيش حياتك أحلى مرة. أجمل تحية فادي حمزة كامل فريق برنامج على سلامتكم. شيء طيبة وباي باي.